انك كتحشش كتقول لهم الارض اش بغيتي يديروا لك؟ راه العرق ديال اللعابه ديالكم اللي فزقوا لنا ديك الارض، واش بغيتي نديروا السويت كلاص ولا غادي نجيبوا لك فلوكه باش بدا؟ السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي جينا نديروه بعد المقابله ديال المنتخب الوطني ضد المنتخب المصري في نهائي كاس افريقيا لكره القدم داخل الصاله او داخل الصالات. الصراحه شاهدنا المقابله وكنا متفائلين بالمنتخب الوطني لانه في هذا المسار ديالو كان ناجح في المقابلات اللي كان كيجريها ضد المنتخبات الاخرى، كيغلب 4-0 8-0 6-0 منتخب في المستوى. الا اولا كنبغيو نهنئوا الدقيق مدرب المنتخب الوطني بهذه النتيجه وبهذا التتويج اللي كلنا كيشرفنا كمغاربه، وتحيه ليه. الا ان بعض النقط ما عجبونيش في المقابله، نجيو لهم تدريجيا. اذا حتى شي واحد ما غادي ينكر ان المنتخب قادر كان قادر انه يفوز باكثر من 9-0 او 10-0 لانه منتخب قوي، منتخب معترف به، زعما كلشي كيعترف به. الا اننا كما قلت لكم في الفيديو اللي قبل من هذا اللايف اللي درت، قلت لكم ان المصريين معروفين بالخبث لهما لا تنسى. شفنا كيفاش المدرب كيحتج على ارضيات الملعب، قال لك لا الارضيه فاسقه، زعما اش بغى؟ واش حنا المنتخب ديالنا كيطير في السماء وهما كيلعبوا في الارض؟ زعما اش بغى يدير؟ اش بغى هذه اللجنه المنظمه دير؟ كيلقاو شويه الفزوقيه كيجيو كينشفوها. خصنا نعرفوا ديك الفزوقيه من الفزوقيه من جات، هذيك ديال العرق العرق ديال اللعابه، زعما شي حاجه اللي طبيعيه اللي داخله في اللعبه ما يمكنش انك تحيدها. كيفاش اش بغيتي هذه اللجنه دير لك؟ تزرع لك كلينيكس، تحط لنا واحد الجفاف دارجي، اش دير لك سويكلاص في الارض؟ زعما اش بغيتي دير؟ شفنا انه كيحتج زعما ان داك البلل هو اللي اثر على المنتخب ديالو. المنتخب ديالك ما لعبش كره، المنتخب ديالك كان كيشاهد الكره كيفاش كتلعب بطريقه زوينه، المنتخب ديالك كان مشاهد، كان بحالو بحال الجمهور كان كيتفرج في المنتخب ديال بصح اللي هو المنتخب المغربي. هكا هكا دايرين المصريين لهما لا توانسة. انا قلتها قبل، الجزائريين ما فيهمش ديك القاعده، المصريين والتوانسة دائما كيحاولوا يعلقوا شماعات الخساره في شي حاجه اللي كوميديا، انك فاش كتقول لا راه هما داروا خدمتهم ولا. وباغي نقول لكم واحد النقطه اللي ثارت الانتباه ديالي، هي ملي جمع اللعابه ديالو المدرب المصري، زعما راه القناه اللي ناقله دايره الميكرو ديالها كنسمعوا اش كيقولوا. الدقيق ملي جمعهم زعما عطى التوجيهات ديالو، عطى النقط اللي شافها انها سلبيه وحاول انه يصلحها، واخا ان المنتخب راه دار اللي عليه. ومن جهه اخرى شفنا المدرب المصري ملي جمعهم اش قال لهم؟ قال لهم ما عندنا ما نديرو، التيران بديك اللهجه ديالو، هما عاملوا عملهم زعما ما بقى ما نديرو، هما داروا خدمتهم بهكا. قال لهم هما داروا خدمتهم، ما خلاو لنا ما نديرو. زعما انك مدرب ديال منتخب وطني كتجمع لعابه خصك تهضر ما هو تيقن. وصل المقابله دابا الوقت المستقطع هذا، وجمعهم باش يقول لهم راه داروا خدمتهم، وكيتشكى. واش كتشكى على لعاب؟ كيفاش بغيتي هذا اللعاب يدخل يلعب لك وانت غير جمعوا باش تقول ليه راه داروا خدمتهم وراه فزقوا لنا الارض؟ واش داكشي اللي جابتك الجامعه المصريه؟ الاتحاد المصري جايبك انك باش تشكى على اللعابه وسط المقابله؟ واش الذهنيه ديال هذا اللاعب كيفاش غادي يدخل؟ يدخل انه غادي يضرب ويدفع ويحتج، انت كتشحنوا باش يحتج، زعما ان المغرب دار خدمته. كيفاش دار خدمته؟ حنا جبنا سباحه فزقنا الارض وجبنا الناس اللي كيسبحوا على راه علينا وعليك، راه كيما كيزلق ديالك كيزلق ديالنا، وحنا معروف علينا هذا المنتخب كيفرج كيلعب كره حديثه، ما غاديش ماشي من صالحنا اننا نفزقوا الارض. الا كتخدم عقلك راه ماشي من صالح فرقه كتدور كره انها تضيع الملعب. ايه قالها بهكا، قالها بهذه اللهجه، قال لهم هما بوظوا الملعب، ما عقلتش عملوا عمايلهم ولا كذا بحال هكا. وعاودوا نتوما وسمعوا الاخر وقت مستقطع في المقابله، اخر وقت مستقطع في المقابله وسمعوا لهذه الكلمه اللي قال لهم هما داروا خدمتهم ضيعوا التيران. واش اللي كيلعب مزيان غادي يضيع لك التيران؟ واش اللي لعب عليك كره اللي مركع عليك خمسه هاد البيوت؟ واللي ما عجبنيش عاود من جانب المنتخب الوطني، ما نقدرش نقول انه فكر هاوي، اللعابه اللي عطوهم الصحه، الا ان ما عجبنيش ديك الرجوع اللي رجعنا شويه في التالي، زعما ديال بركه راه حنا غالبين. كان تصوركم كان مدرب اجنبي، نكون واضحين
حنا كنحييو الدقيق على هذا الشيء اللي دار. هو انجاز خصو الشعب المغربي كله يصفق عليه، الا انكم كان مدرب اجنبي ديك 5-0 ما غاديش يرجع للور، لان جاتني ديك يرجع للور بحال اللي ما بغاش يهين المصريين. تصور كل المصريين اللي كانوا غالبين غادي يرجعوا للور ديك الرجعه، كل المصريين اللي غلبوا، لان حتى المعلق قال لك المدرب الان كيحاول يدخل دوك اللي ما شاركش، اللي ما دخلوش بزاف في في في, في زعما في هذه البطوله. حنا ما خصناش نرضيو الخواطر، اللي ما دخلش ماشي مشكل، حنا كنشوفوا ان المنتخب الوطني يدير احسن اداء، لان هذا الشيء كيتسجل في التاريخ، كيتسجل على المنتخب الوطني. باش انت تجي تشرك دوك اللي ما كنتيش كتدخل، باش تدخلهم ملي غلبتي بخمسة، راهو كنرجعوا عليك، ولا كان المنتخب المصري ما غاديش يدير هكاك. المنتخب المصري راه الثانيه الاخيره ويكون هاجم عليك. هاد النقطة اللي ما عجبتنيش شوية، ولكن ماشي مشكل، لأننا دينا هاد اللقب. كنتمنى أن المنتخب ديال كرة القدم أنه يحدو الحدو ديال هاد المنتخب، ويشوف الناس اللي خدامين فين كيوصلوا، الناس اللي خدموا في صمت، لأن هاد الدقيق في صمت. كنخافوا دابا فاش نض عليه هاد الضجة هادي أنه ما يدير والو في كأس العالم، لأن من هاد كأس إفريقيا هو راه تأهل لكأس العالم، لأن الحاجة من اللي كي نوض عليها اللغات وكتحظى بهذا المعنى هذا، ما كتعطيش مزيان لقدام. بدر هاري فاش كان ساكت وكيضرب بوحدو مخبي راه قضى الغرض، فاش جاو كيشوفوه بدر هاري ها بدر هاري ورجع اللور. كذلك الرياضات الاخرى ممكن تمنوا التوفيق للدقيق، بغينا كاس العالم انهم يشرفوا المغرب، يديروا داكشي اللي ما قدروش يديروه المنتخب الاول ديال خاليلوزيتش او هاليلوزيتش. النقطة انا قلت لكم هاد النقط قبل، انا درت فيديو، درت لايف ودرت على المنتخب المصري والتونسي، ان عندهم واحد الخبط كروي كما الا شاهدتوا المقابله في الاخير ديالها، ان في بلادك كيجيو كيبغيو يستفزوك ويضربوك ويحتجوا على التحكيم ويقول الحكم لا راه الارض فاز كما انا. هذيك اللي مازال ما تفهمات ليش، انا انك كتحتج كتقول لهم الارض اش بغيتي يديروا لك، راه العرق ديال اللعابه ديالكم اللي فزقوا لنا ديك الارض، واش بغيتي نديروا السويت كلاس ولا غادي نجيبوا لك فلوكه باش بدا، راه اللعابه ديالنا وي داك البلد اللي كيزلق راه عادي، داكشي راه كاين في الالمان كاين في هولندا، كتفرجوا في الهوند ديالهم، كتفرج في الهوند، كتفرج في هاد ميني فوت نيت ديال الصاله، كتفرج في هذا، راه كيزلقوا كيدخلوا كينشفوا فين بغيتي، الملاكمه وكيدخلوا كينشفوا الارض. واش بغيتي حنا نديروا لك شي حاجه اللي ما كايناش؟ بغيتي تجي للمغرب اننا ندير واحد سابقك في الشيفون بدا ينشف لك الارض وحنا نزلقوا ماشي مشكل؟ ما تفهمت ليش ان مدرب اللي كيحاول يلصق الفشل ديالو ولا فشل المنتخب ديالو في شي حاجه اللي لا علاقه، انك تقول لي انه الارض راه فاسقه ومن بعد اش بغيتي يديروا اللجنه المنظمه اش بغيتي يدير لك؟ كنعرفوا ان المغرب كيستضيف الاجانب وكيدير لهم خاطرهم الصراحه، وكنلقى المغاربه كنلقاو ما يديروا كنشوفوا ديك الارض، الا ان داك الشيء راه مستحيل. اذا هنيئا للمنتخب الوطني على هذا التسويج اللي كنا فرحنا وفرح الشعب، لان شحال هذه ما فرحناش، كنتمناو وعينا ما نتسناو ان المنتخب قالوا ان هذا الجيل هذا راه مزيان، تسنينا في كاس العالم، تصفيات كاس العالم فرح المغاربه انه تاهل جا لكاس العالم، شفتوا كلكم اش وقع، قلنا ماشي مشكل غادي، شرفنا في كاس افريقيا، جينا في كاس افريقيا فشلنا عاود كما داكشي اللي فات، بغينا انهم يشوفوا هاد المنتخب ديال الدقيق ديال داخل الصالات ويحاولوا انهم يديروا شويه ديال النفس، وبغينا اللي ما يبللش القميص ديال المنتخب الوطني ما عندنا ما نديروا به، ما كنلعبوش بالاسماء، حنا عطيونا اللي كيعطي في الملعب، ما خصناش حنا اللي كيعطي عند الصحافه ولا اللي الاسماء ديالو كيقول لك احسن لاعب في الدوري كذا، ولا حنا اللي كيعطي. حنا جبنا زياش في كاس العالم شفنا كيفاش، شويه جبناه في كاس افريقيا شفتوا كيفاش بان، حنا خصنا اللي كيبلل القميص ديال المنتخب الوطني يكون في الهوات ولا يكون منجه، ما كيهمناش منجه، كيهمنا اش غادي يعطي. اذا وصلنا لاخر هذا الفيديو، ما تنساوش تابوناو، والسلام عليكم.